في شيء غريب يحدث في غزة. اليوم كنت أتصل مع كثير من الأصدقاء والزملاء. لا يوجد هنالك إجرام في غزة، يعني في جوع، في فطرة إنسانية، في خوف، في بيوت مدمرة، ولكن لا يوجد هنالك سرقات في غزة. لعل البعض سوف يتحدث عن المروءة والشهامة، ولكن نحن نتحدث الآن عن الفطرة الإنسانية. لو قارنا هذه الكارثة بالكوارث التي تحدث حول العالم، لسمعنا عن السرقات على سبيل المثال، سرقات المحلات التجارية، السرقات المنازل المنكوبة والمدمرة، السرقات للمنازل الفارغة من سكانها لأنهم نزحوا. تساءلت اليوم العديد من الأشخاص في داخل قطاع غزة، ليسوا من الصحفيين ولكن حتى من الناس العاديين، هل سمعتم عن سرقات في غزة؟ قالوا لا. قلت لهم هل ذهبتوا إلى بيوتكم التي لم تدمر ووجدتموها كما هي؟ قالوا نعم. سألت هل هنالك جرائم قتل في غزة؟ قالوا لم نسمع. طيب أين الشرطة الفلسطينية؟ قالوا لا يوجد هنالك شرطة فلسطينية لأن الوضع الأمني لا يسمح. طيب ولا يوجد طبعا هنالك مخافر شرطة، ولا يوجد هنالك محققين، ولا يوجد هنالك سيارات للشرطة. في غياب الأمن طبيعة الحال هذا يحدث بالعالم، بأنه لما تصير كارثة أنه كل السرقات وكل المجرمين هذا لم يحدث لغاية الآن في غزة.